في لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف حبيبي بالبنط العريض غالي وأقرب من الوريد حالتي تتشخص جنون بيقولوا لنا بك مريض أتاري كل ما حب فيك بدمنك وبقيت مزاج أتلحق بقالي في إيديك ما انت في لقاك العلاج لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد ده الشارع النهارده منور قوي كده في حلقه يوم الاثنين وعندنا اختنا اميره عامله لنا اكل حلو قوي اهلا 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 وسهلا ازاي اخبارك ايه الحمد لله حلوه كده والله يا رب دايما يا رب يضحكنا دايما وحشتينا انت كمان عامله لنا اكل النهارده عاملين فطاير بالخضروات المطبوخه والتونه وعاملينها صيامي لاخواتنا وحبايبنا وتنفع كمان اقتصاديه يعني المواد اللي فيها وصحيه جدا منور تسلم والله منور بالمريله الحمراء منور بالمريله البيضاء منور وبالسودا منور في كل حالاتك منور تتموتي تتدلعي تتموتي تتدلعي بعد ما نخلص معاها هنروح الكلينيك الاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب والنهارده ختامها مسك مع برنسيس الشارع ندى زنانير يا اولاد اهلا ايه الحلاوه دي ميرسي انت رخرة منوره ميرسي بكل حالاتك منوره ميرسي وده فستان ولا جوب ولا ايه بالظبط ده شويه حاجات على بعض كده
ما تحرجنيش بقى شيء، اصل هو في شرح يعني. طب 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 كده نتفرج. ليه بقى الاحراج ده؟ يعني نتفرج برضه. ليه كده؟ ما نشوف حضرتك لابسه ايه؟ اتفضل. بص ايه بقى ده عباره عن ايه؟ هو جيب. جيب. وبعدين الجاكيت هي نص ونص، يعني ممكن اقفلها. تبقى سويتر مثلا؟ هي نصها سويتر ونصها حته بس كده. ما تقفليش على ميني قوي عشان لا عشان ما تتخنقش الست. ومن تحت فيها باسك؟ ومن تحت فيها باسك صوف. صوف الله. لا حلو. طقم هو غريب. بس هو لايق عليك. جاكيت جاكيت حلوه. هو انت كل حاجه كل لبسك حلو. ميرسي. اتفضلي استريحي عشان فادي هيجيب لك دلوقتي حاجه تشربيها. كابتشينو بليز. كابتشينو حاضر. قولي لنا بقى هتتكلمي على ايه النهارده؟ النهارده جه ميعاد حلقه الاسئله والاجوبه بتاعه الستات، كل اللي سالوني عليه هجاوبهم عليه النهارده. حلقه الاسئله والاجوبه يس. والحاجات دي كلها. أيوه. منوره استاذه. ميرسي. اهلا يا ندى. وعندنا النهارده مزازيكي مع استاذ مؤمن خليل. اهلا اهلا. بونسوار. ازيك يا حلو انت يا حلو حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام كله كويس. في حد هنا مضايقك؟ لا الحمد لله. وائل اخباره ايه؟ حبيبي بهاء كويس. ها بهاء ولا علاء؟ علاء بقى له 7 سنين معايا اقول له بهاء علاء. ما هو بهاء وعلاء الاثنين حلوين. بالنسبه لتويتي عملت البان لفوق. وريني كده عشان الندى هتتبسط منك. زنقور 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 زنقور. مش باين ليه زنقور؟ قوم اقف كده خليك تبان يا زنقور، خلي الناس تشوفك انت بتعمل مجهود كبير يا زنقور على الدرام. طب ده زنقور. امال اسمه ايه ده ما جاش ليه؟ ها؟ مين؟ مين؟ هو مين؟ اللي هو مين بقى؟ ها؟ مش شايفه. والله تعبان ولا ايه؟ لا والله بجد يا توتي؟ انت جيت؟ مالك وشك احمر كده؟ انت كويس؟ الحمد لله. مؤمن هويله. يلا هويله. لا هويله كده بس. بص الواد بص وشه بقى عامل ازاي حرام. هو بص ده يعرق يا حرام. هويله هوي فوق كده فوق. معلش معلش هو الفترة دي وهتعدي هتعدي ان شاء الله. عايز تغني ايه؟ هنغني كلك على بعضك حلو. ايوه طبعا انا عارف كلي على بعضي حلو ده اكيد. مش كده يا سيد؟ اقول لهم ماشي يا سيد. نسمع كلك على بعضك حلو. واحد يا اخت فاصل بعد الفاصل رجع لكم في الريستوران مع اميرة. خليكم على لو سمحتوا بس زيك. على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك، تزعل أو ترضى حلو شوك بعين اللي يحسونك. كلك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك، تزعل أو ترضى حلو شوك بعين اللي يحسونك. وجهك حلو طولك حلو قلبك كلك على بعضك على بعضك على بعضك حلو. عمري من عمرك حبيبي كل شي لعيونك يهون، انت اغلى الناس عندي حبي لك حتى الجنون. عمري من عمرك حبيبي
تقولش لعيونك يهون. انت اغلى الناس عندي، حبي لك حتى الجنون. يكفي بعيونك الحلوة تشوفني تسأل عليا، تضحك الدنيا بعيوني والسعادة تطير بيا. وجهك حلو طولك حلو قلبك، كلك على بعضك على بعضك على بعضك حلو. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية، أي حد عنده سؤال استفسار أي حاجة يحب يشارك بها معنا خصوصا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف، وكمان ممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام شريف مدكور تي في. عندنا النهارده يوم المعجنات، وأحلى معجنات مع أميرة، لكن أمورة ما شغلتني وشغلت بالي، ما تصور صور صورة دي هنايا وفرحة مش عارف إيه. أميرة لكن أمورة ما تصور صور. الله يرحمك الله يرحمك يا استاذ سيد مكاوي يا جميل. بونسوار بونسوارين. ايوه واحده كفايه واحده كفايه عليا، هتاخد كده شويه عشان الكرسي ما يقعدش يلف. اموت في المنقط انا بقى. لما يبقى نقطه كبيره ونقطه صغيره كده مع الورد فيري نايس. وانا بحب بقى ايه، انا مش عارف ليه المنقط بيفكرني في سعاد حسني. انت بتحبي سعاد حسني؟ جدا. الله يرحمها يا رب. ما فيش حد زيها. الله يرحمها يا رب. يا اللي في بالي. كنت بتحبها ليه طيب؟ هو في حد ما بيحبش سعاد حسني؟ طب ايه احلى حاجه فيها؟ انا عشان اعرف ناس يعرفوها على المستوى الشخصي. فاعرف حاجات الناس مش عارفاها. انها كانت طيبه جدا وخيره جدا ونييف يعني على نياتها شويه. اوكي؟ فدي حاجه. الحاجه الثانيه مفيش اي عمل فني استاذه سعاد حسني عملته ما بحبوش، كلها حاجات حلوه. صحيح. افلام ومسلسل. صحيح. واحد اللي انا شفته هو وهي، فاكره اغنيه هو وهي؟ هو وهي. لا ها. لا هي وهو. هو وهي. لا هي وهو. هو هي هو هي هو الاول هو ده سيد البيت. الاولى هي في الاتيكيت. قال لك مساواه، قلنا له يا ريت اصل التجربه مش طبيعيه. هو اقوى من هي. لا مش فاكره بقى. هي اجمل من اجمل. ما تنكريش ان الطاووس اجمل من الطاووسه. ناقص تقول لي ان العريس احسن من العروسه. الله. حاجات كده كانت حلوه ودمها خفيف ولذيذه. صحيح. هي كانت تلقائيه جدا وكانت طيبه جدا، وكانت بعتقد ان هي على سجيتها خالص. ما انا بقول لك الله يرحمها. الله يرحمها. يا اللي في بالي. بصي بقى. انا اشاور انت تقول. قول. ايه ده؟ دي فطائر اقتصادية وخاصة بكل الناس اللي عايزين يوفروا، وكمان هي تقدر تقول ان هي صيامي. والله؟ اوكي. وايه الحاجات الحلوة دي؟ الحاجات الحلوة دي اللي جوه الحاجات التانية دي. جزر و... ايوه هي وشمع بقى. ايوه وشمع. لازم الشمع. رومانتيكية. رومانتيكية 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 رومانتيكية. طيب ايه بقى؟ تحب نقول المقادير بتاعتها؟ احب ما احبش. طب يلا اتفضلي حضرتك. فطائر التونه بالخضروات المطبوخه. للعجينه 4 كوب دقيق، معلقه ملح صغيره، معلقه كبيره خل، معلقه كبيره عسل، معلقه كبيره بودره ثوم، 1.5 كوبايه ميه، ونص كوبايه زيت. للحشو بصله مكعبات، جزر مبشور، كوبايه فلفل رومي قطع، 2 كوسه وكوبايه تونه، و2 كوبايه جبنه مبشوره، وملح وفلفل وزعتر وبابريكا. اوكي. وللوجه بيضه مخفوقه،
ومعلقه كبيره صويا صوص. خلاص؟ وسمسم. مش هتستخدمي العجان؟ اه هستخدم العجان. انا جايه لك اهو. طيب. ايه بقى؟ بعدين لما تطلع العجان هنعمل الحشو. الحشو بتاعنا علشان ما يبوش العجينه بتاعتي انا طبخت الحشو على النار. ده البصل. البصل طبعا انا حمرته شويه قبل كده علشان بس ايه الوقت بتاعنا يعني. البصل اول ما يتحمر وياخد اللون الذهبي هننزل بالجزر ونستنى شويه لغايه اما الميه تتشرب خالص. الجزر يتحمر وما يبقاش فيه ميه خالص هننزل بالكوسه. الكوسه مبشوره برضو. وقولوا لي استخدمت الكوسه ليه؟ يعني بحب استخدم عناصر غذائيه عشان الولاد وفي نفس الوقت مش هتبوظ الطعم معايا وجديده ولطيفه. اخر حاجه الفلفل. فلفل اخضر ممكن فلفل حراق ممكن فلفل الوان. انا استخدمت فلفل رومي. اول ما الخلطه بتاعتي تتحمر وتتشرب الميه بتاعتها هنشيلها من على النار. نحط ايه عليها؟ لسه بقى هنعمل العجينه. هنسيبها تبرد خالص. انت عايزه البوتاجاز ولا خلاص؟ ونعمل العجينه. لا خالص. ايه بقى العجينه؟ العجينه هنحط تلات ارباع الدقيق. هنسيب حبه صغيره عشان نقدر نظبط بيه العجينه. ايه دي؟ وايه دي؟ اوكي. وبعدين هنحط الملح. ده كويس اللي انا سايبه؟ اه. هنحط معلقه صغيره ملح. حط ايه دي؟ وده عسل ابيض. دخل. ماشي ماشي. هتحطش كل العسل ده؟ اه. اوكي. عايزه خل قد ايه؟ خل معلقه. معلقه خل ومعلقه بودره ثوم. وبعدين حطيت الخل. لا لسه. هنحط طيب. ايه بقى بعد كده؟ خلاص هنبتدي بقى ندوب بالميه. العجينه دي عجينه الفطائر زي الفطير المشلتت زي الفطير الشرقي. العجينه دي ما فيهاش مواد رافعه يعني ما فيهاش خميره ما فيهاش بيكنج باودر ما فيهاش اي ماده رافعه. هي زي الورق وهي بتتعمل سهله قوي وبتتعمل ببساطه جدا يعني. والعجينه كمان ما بترتاحش كتير يعني بتاخد يا دوب مثلا 10 دقايق ربع ساعه بس وترتاح. حطينا ايه من الاول؟ حطينا الدقيق معلقه عسل ابيض معلقه خل معلقه بودره ثوم معلقه ملح. وهنبتدي بقى نحط الميه. كوبايه ونص. خلاص العجينه هنطلع العجينه دي. عجينه بتبقى العجينه دي هوري لك القوام بتاعها. هنفضل نعجن فيها لمده 10 دقائق في العجان او على ايدينا. 10 دقائق؟ اه 8 دقائق علشان العرق بتاعها يطلع. خلاص سيبها بقى. خلاص خلاص يبقى عايز واحده. خلاص طب خلاص كده كفايه. اه خلاص المفروض تلم من الجناب. ده لسه بدري قوي عليه. هطلعها هقسمها على اربعه وهسيبها ترتاح. هغطيها وهسيبها ترتاح. خلاص عملت حاجه غبيه. الخلطه بتاعتي اللي انا عملتها على النار المفروض ما يبقاش فيها اي سوائل خالص علشان ما تبوظش العجينه. هسيبها تبرد او تبقى دافيه يعني. وبعدين هحط عليها التونه الكميه بقى اللي انتوا عايزينها وهحط شويه ملح. حبه ملح بس كده وشويه زعتر اهو. حطينا ايه بقى من الاول؟ حطينا الخضروات اللي عندنا اللي هي كوسه جزر بصل. بصل متحمر. بصل متحمر كله مستوي كله ناضج على النار. وكوسه كمان. وكوسه
وكوسه ناضجه؟ اه كله كله. والفلفل لازم الميه ما يبقاش فيها ميه خالص، يعني لازم العجينه ما الحشوه ما يبقاش فيها ميه خالص. اوكي بعدين خلاص هنسيبها بقى ونبتدي بقى ايه نعمل. اذا معاك اغنيه بقى يلا. النهارده بقى مؤمن عامل لنا ايه مفاجاه. يلا جاهزه تسمعيها؟ جاهزه. عامل كده اغنيتين دمج مع بعض. للعندليب عبد الحليم حافظ. يلا نسمع اغنيه للعندليب بعديها فاصل ونرجع نكمل الصنف بتاعنا النهارده مع اميره. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا خسارة مرائك يا جارة، خسارة خسارة مرائك يا جارة. عيني بتبكي عليك بمرارة، عيني بتبكي عليك بمرارة. خسارة خسارة يوماتي ليلاتي بدور عليكي، أتاري حياتي بشوفها بعينيكي. يوماتي ليلاتي بدور عليكي، أتاري حياتي بشوفها بعينيكي. دموعي سهرة عيوني حيارة، عيوني سهارة دموعي حيارة. عيني بتبكي عليك بمرارة، عيني بتبكي عليك بمرارة. خسارة خسارة فراقك يا أربعة شرع شريف.
اهلا لكم مره تانية اميره. النهارده هتعمل صنف معجنات لطيف كده. ايه بقى هيحصل بقى؟ هيحصل ايه دلوقتي؟ هنعمل عجينه. اتخمرت ولا دي بتتخمر؟ العجينه دي ما بتخمر، ترتاح. ترتاح وبتتعجن بزيت. بتتعجن بزيت. طيب حطيتي انت كده الزيت، وبعدين بقى تبتدي ايه هتحطي؟ هنبتدي نفرد بقى العجينه خالص علشان تبقى عامله زي الفطير. الفطير. معلش هي بقى اللي بتاخد وقت بقى. سخنا الدنيا بقى وايه ايه مناظر. معلش هنبتدي بقى ايه، هي بتاخد وقت شويه. معلش لا براحتك، انا ورانا حاجه. وراناش حاجه، احنا قاعدين معاهم اهو. وادي قاعدين في كوشات الجايين. عايزه ايه؟ لا انت بس اطلبي وانا اجيب لك حاجه. ان الشبك تانيه دي ما نفعتش اللي انت جايباها من بره. لا هي ليها استخدامات اخرى. ما عارف برضه. العجينه دي بتبقى عامله زي، بتبقى رقيقه خالص زي الفطير المشلتت. بفضل اعجن يعني اوزع فيها كده، حاولوا ما تتقطعش، لو اتقطعت ما يجراش حاجه. اوكي. هي هتتقطع دي، تتقطع خالص. عادي. ما يجراش حاجه. عادي عادي يا ولاد، مفيش مشاكل. بس كده بقت رفيعه قوي. رفيعه خالص، ما احنا بنقول ما هي ما فيهاش مواد رافعه، هي مش هتنفش، هي زي الملفي كده. يعني عجينه رقيقه. خلاص يا امير، خلاص دي بقت رفيعه زياده عن اللزوم. ما هي لازم تبقى رقيقه خالص. خالص خالص. خلاص بقينا جايبه. بصوا بقى هتعمل ايه؟ ركزوا. نقوم جايباها على بعض كده. ايوه. وبعدين كده. خلاص. وبعدين هقوم جايبه الحشوه بتاعتي. بصوا بقى هتعمل ايه؟ اهي في الطرف، في الطرف اهو. ما شاء الله، كل ده ذهب لابساه. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه ده كله؟ بص. وبعدين نقسمها. هقوم لا هعمل كده. برضو زي ما اللي فات. شرايح شرايح. هي ممكن ما نعملهاش يعني، هي حركه بس. ممكن نعملها عادي. نلفها حوالين نفسها. حلزوني حلزوني. مش كتير، هي واحده بس. قطع كده. اوه ذاتس جريت. وهقوم حطها. ازاي يا مؤمن؟ مش ممكن. مؤمن. ونعمل واحده ثانيه. استحالة يا مؤمن. اهي. ما انا بقول لكم. اوه العيال اللي جوه دولت يا اميرة. انا بصي بصي اهو. هو شايفني زيكم؟ ولا الشغل ما سهوش ابدا يا اميرة. بصي. طبعا. ده انا رخم رخم. لا انت انسان ناجح. كل وزني في كده. بعض الصحفيين وبعض الاماكن يعني بتقول ان انا رايح قناه تانية اعمل برنامج او حاجه زي كده. الكلام بس ده عاري تماما من الصحه. اشاعات اشاعات اشاعات. انا قناتي قناه الحياه قاعد فيها، والعقد بتاعي لسه قدامه 3 سنين تقريبا، 3 سنين ونص. فاحنا قاعدين مع بعضينا في القناه المحترمه دي. فأي حاجة تسمعوها إن أنا رايح هنا ولا رايح هنا ولا مفيش الكلام ده خالص نهائي. أشاعات. شكرا. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. بص بقى هنكمل بقية العجينة، يعني كل واحدة من دول هتطلع 2. خلاص؟ والله؟ خلاص هنحطهم كده. ممكن نقطعهم يعني نسيبهم زي ما هم، نقطعهم بعد ما تجرحيليش الصينية. لا لا بالظهر أهو. هقوم أسمى كده. كده زي ما أنتوا عايزين بقى. يعني عشان قطع. عشان تبقى حتت صغيره زي الكنافيه. عشان تبقى حتت صغيره ودي تخش ترتاح شويه، ولا تدخليها الفرن عبال ما بنخلص، يعني عبال ما نخلص بقيه العجينه. ما بتقعدش كتير يعني. لا
لانه هي اصلا هي بترتاح، العجينه دي بترتاح مش بتخمر. ده صويا صوص على صفار بيضه، وهندهن الوش وهنحط سمسم. اخترت السمسم لان احنا اخترنا نكهه التونه ومعاها زعتر، فاحنا خلاص كده يعني نكهات كتير. معانا صويا صوص، تمام. هندهن الوش. ايه جوهري ده كنت واخده مخرج يعني قطه مغمضه. دلوقتي بقى ما يعني بص ديناصور معلم. سامعاه؟ سامعاه. حتى ضحكته اتغيرت، يعني زمان كان يضحك ما تفهميش الراجل جرى فيه ايه، مش مشكله. وده سمسم. العجينه دي بتنفش شويه شويه مش كتير، يعني بتقعد ايه في الفرن؟ بتقعد نص ساعه، وبعدين بنولع الشوايه. نص ساعه على الفرن العادي. درجه حراره ايه؟ درجه حراره متوسطه 180. وبعدين نولع، وبعدين في الفرن اللي تحت ونولع الفرن، نولع الشوايه 5 دقايق بس الوش يتحمر ويتقرمش وبس يعني كده. وبس. وده شكل النهائي. وده الشكل النهائي. بنسخنها طيب بس قبل ما بناكلها. هي بصراحه حلوه قوي وفكرتها ظريفه وحلوه، واللي عايز يشيل التونه طبعا يشيلها، ممكن تبقى بالخضروات بس. شرفتي ونورتي يا اخت اميره، والله بجد بنتبسط لما بتكوني معانا. سهله، فيري نايس، حاجه كده مبهره خالص. وبهذه المناسبه هنسمعك حاجه كده ايه خليجي. طيب. للفنان الكبير استاذ نبيل شعير. ايوه، ما اروعك ما اروعك ما اروعك. وانت شايل الصينيه ماشي. ما اروعك. ايوه ماشي. وانت ماسك السكينه أيوة. ما اروعك. شكرا. وانت واقف قدام البوتاجاز ما اروعك. لا في جميع الحالات حياتي كلها بوتاجاز. حياتي كلها بوتاجاز، عشان كده ما اروعك. بوظت الاغنيه. طب نسمع ما أروعك. بنشكر اميره ونسمع ما اروعك من مؤمن. بعد كده نروح الكلينيك الاستاذ الدكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. خليكم على صباح مزيكا. انت الاثاره وانت السكون، واجمل عباره واجمل جنون. انت الاثاره وانت السكون، واجمل عباره واجمل جنون. اللي انتظرت سنين شفته ولقيته فيك. الله على دنياك والله يا عمري عليك. غيرتني بلحظات، ملكتني بلحظات، خليتني اشتاق لعيونك بلحظات. غيرتني بلحظات، ملكتني بلحظات، خليتني اشتاق لعيونك بلحظات. سحرتني ما اروعك، ملكتني ما اروعك، ما اروعك ما اروعك ما اروعك. هوبا يا هلا يا هلا. اربع شارع شريف، اربع شارع شريف، اربع شارع شريف. رجعنا لكم مره تانيه. ندى زنينير النهارده هتجاوب على اسئله مشاهدينا اللي بيبعتوا لها على صفحتها على فيسبوك او على انستغرام. وخلينا نقول ان واحنا بنتكلم مع ندى، صفحتها على فيسبوك وانستجرام هتنزل كل شويه، ومن ضمن الانشطه اللي ندى بتعملها كورسات اللي هي خاصه بالستايلنج والحاجات دي هتكلمنا عليها دلوقتي، وبتعملها دلوقتي زوم اونلاين. زوم اونلاين. زوم اونلاين. يعني بقى ايه؟ ازيك الاول؟ ازيك يا شريف؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ هو ينفع احط رجل على رجل ولا عيب؟ احط رجل على رجل. موافقه. مرحرح. الناحيه الثانيه. ليه بقى؟ هي كده. لا خلاص، ما الناحيه الثانيه هتبقى جزمتي في وش الناس. اوكي ماشي. ايه بقى؟ نظرا للظروف انه السنترز قافله، فمش عارفه بقى. انا مبسوطه ان هم معايا اون زوم، بس بصراحه لا، وحشني اشوفهم.
يعني وحشني نشوف بعض ونبقى قدام بعض على شهر 9 بقى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بس بنتواصل جدا في زوم، بنبعت لبعض لو عايز تبعت لي صور عشان انا مش قاعده قدام، فبنبعت لبعض وماشيين ماشي الحال يعني. حلوين حلوين. عايز اسالك حاجه قبل ما نخش في الاسئله، معلش عشان انا عندي الفقره النهارده هتبقى طويله كمان شويه. okay. ايه الحاجه بجد وهنتكلم بمنتهى الامانه اللي انت شايفاها بتنقص البنت والسيده المصريه للحفاظ على مظهرها واناقتها؟ انا عندي اجابه هقولها بعد ما انت تخلصي. لا انا عندي كتير. قولي لي. اقول؟ هبتدي بتفاصيل. انا عندي حاجه واحده اصلا. اوكي. حاجه واحده اقولها لك انا الاول. طب قولها. ان في بعض البنات والسيدات ما عندهمش الثقه بالنفس وما عندهمش حب لنفسه. خلاص؟ فده بينعكس على شكله. ما هي مش حابه نفسها، رافضه شكلها، رافضه شعرها، رافضه الشيب الخاص بجسمها، فاي حاجه ما بيبقاش ليها النفس. تعالى اقول لك ليه ومن... تعالى اقول لك ليه ومن غير زعل. انا هجاوب على النقطه بتاعتك وهقول النقاط في رايي انا. اجاوب على النقطه بتاعتك في منتهى الصراحه ومن غير زعل خالص، علشان طول الوقت البنت او الست بتفكر بطريقه الراجل هيبص لي ازاي، وللاسف ده في مجتمعنا الشرقي. اوكي، انا هلبس كده علشان الراجل بيحب كده، انا اصله خطيبي بيحب الشكل ده، انا هغير لون شعري علشان جوزي كان نفسه يتجوز واحده شعرها اصفر فانا شعري اسود فهروح احرق شعري. وخليني اقول بجد بجد، بليز ما تزعلوش مني، بس انا هقول حاجات حقيقيه. بتروحي تحرقي شعرك عشان ترضيه. اوكي، بتلبسي كورسيه طول الوقت مخنوقه فيه علشان. مش كل الناس فاهمه يعني ايه كورسيه. اللي هو زي الشورت اللي بيخسس او بيلم الجسم تحت الهدوم. متعب جدا يا شريف للسيده ان هي تفضل لابسه حاجه كاتمه على نفسها طول الوقت. ده ممكن يتلبس مع فستان سواري مره كل فين وفين. لما تروح فرح في 3 4 ساعات، غير ان هي طول الوقت حاسه انه لازم تعمل مجهود علشانه هو. انا مش ضد المجهود، خليني عشان انا الموضوع ده عندي كبير. لا انا هسيبك تتكلمي. اوكي، انا بعمل، انا بلبس الطريقه اللي هو بيحب الناس التانيه، او علق لي مثلا انه في واحده كانت لابسه شكل تيار معين فانا نزلت جبت شبهه ولابساه، هل هو حلو عليكي؟ لا، بس انا جبته عشان ابقى شبهها. خلينا نتكلم انه ده مجتمعنا الشرقي فقط. انت عايشه ومن غير زعل، انت عايشه عشان ترضي اللي قدامك، ترضي خطيبك، ترضي صاحبك، ترضي جوزك، ترضي عيون الرجاله والاخرين بس. انا بقول لك النهارده اقفي قدام المرايه قولي انا حلوه. حلوه ده اصله، عايزه اقول لك حاجه، مقياس الحلاوه والوحاشة أو أقل حلاوة دي حاجة نسبية جدا. اللي أنا أشوفه حلو أنت ما تشوفيهوش حلو في كل حاجة في الدنيا. مش لا يمكن نتفق على مقياس معين للجمال، فكل واحدة فيها حاجة حلوة. فالمفروض الحاجة الحلوة اللي عندي هي دي اللي أنا أبرزها. خلاص، ومهم قوي أن أنا كمان عشان أبرز الحاجة الحلوة اللي عندي أكون واثقة أن أنا حلوة، وبأقل مجهود. بس المجهود اللي هتعمليه هتعملي ليكي، هتقولي أنا حلوة، أنا بهتم بنفسي، بهتم بنفسي هنا وسامحيني أقولك بأقل التفاصيل تهتمي بنفسك، معلش سوري، بحواجبك، بضوافرك، باللون اللي بتحطيه، أو إن هم دايما يبقوا متوضبين وكلهم طول واحد. ده الضوافر؟ آه. بنظافة الشعر، بمعلش لو عندي حبوب أروح عند دكتور وأبتدي أشوف إنه أنا أعالجهم. ده اللي هيخليكي التوضيبات، الحاجات الصغيرة ده اللي هيخليكي تقتنعي إنه شكلك حلو، ده اللي هيخليكي تقفي في المراية تقولي أنا حلوة. الحاجة اللي بعدها، ما تقارنيش نفسك ابدا ابدا بالمودلز اللي بتشوفيهم في المجلات او الفاشينيستا اللي بتشوفيهم على انستجرام، عشان انستجرام عمل حقيقي حقيقي حاله نفسيه عند ناس، وده بجد ودي احصائيات انه في ستات كتير
حست باكتئاب علشان بيشوفوا طول الوقت البنات في أحسن مظهر. عايزة أقولك إن في حاجة اسمها فوتوشوب، في منهم طبعا كتير حلوين بس في كتير فوتوشوب، في لعب فلتر. في الصور في فلتر، في لعب في الصور، هي بترفع نفسها وبتشد جسمها وبتحلي وشها وبتشيل التجاعيد عشان تعمل لك في الآخر الصورة دي عشان تباع لك المنتج اللي هي بتعرضه، ده شغلها. أوكي، فلازم تبقي عارفة كده، انت مش مطلوب منك انك تبقي ماشيه مش طبيعيه، مش مفروض منك انك طول الوقت تبقي عايزه تجري تروحي تحقني علشان تباني اصغر. تباني اصغر ليه؟ باني سنك والبسي لسنك وانبسطي بسنك وانبسطي بلون بشرتك. ارجوكي، عندنا مشكله كتير، الستات بتسال افتح نفسي ازاي؟ عايزين بيض، مش فاهم ليه. عشان الرجاله الشرقيه يا شريف بيحبوا الست الفاتحه واللون القمحي، وانا قلتها قبل كده وهرجع اقولها لك تاني، اللون القمحي هو احلى بكتير، بيليق عليك كل الالوان، اغلب درجات الالوان كلها بتليق عليه، لون حلو باقل ميك اب بتطلعي شكلك حلو. على فكره السمر شويه ما بيعجزوش على طول، البيض بيعجزوا اكتر. اوكي، سيبي لون شعرك، لو شعرك اسود، لو شعرك بني، لو شعرك اصفر بطبيعته، اتعاملي مع انه انت بتجملي اللي عندك، بس انت عندك بيز، ما تطلعيش من جلدك، ما تطلعيش من شخصيتك عشان تروحي لشخصيه تانية انت حاسه ان الموديل دي انت بتنافسيها. انت ما بتنافسيهاش، انت بتنافسي نفسك قدام المرايه. لما هتبقي عندك الثقه دي وعندك الرضا ده ومبسوطه، تاكدي ان كل الناس هتشوف ده، هتشوف ده في عينيكي، هتشوف ده كل مره هيشوفوكي هيقولوا لك شكلك حلو. صدقيني، ممكن اختم بحاجه في الكلام ده؟ طبعا. البسوا للبنات والسيدات، البسوا فساتين وجوبات، خفوا شويه من البنطلونات. هو البنطلون اتعمل للراجل مش للست. خفوا شويه من البنطلونات، خفوا شويه من البنطلون. هتقولوا عشان نمشي في الشارع براحتنا، امشوا في الشارع براحتنا، البسوا اللي هم ليجنج اسمها، ممكن تلبس ليجنج تحت الفستان عشان لو حاسه انك ده هيريحك. بس يا جماعه الفساتين موجوده والفساتين حلوه، البسي فساتين طويله شويه، ما تلبسيش الفستان لو حاسه ان الفستان هيأيدك، ما تلبسيهوش خام. نرجع تاني، احنا بنقي هدومنا بالخامه، ما تلبسيهوش خامه شفافه، تضطري ان انت تبقي لابسه دومي كومبين من تحت وحاسه انه انت عندك كذا طبقه فده مضايقك. لا، اختاري من الاول الخامه ماسكه نفسها والخامه مش شفافه. البسي الفساتين ملونه هيديكي سعاده. الفساتين مش معموله انها تبقى بس ابييه وبس سواريه انك تروحي بيها فرح. البسي فساتين الصبح على جزمه كاوتش حلوه، والبسي شنطه كروس وانزلي بس كده، بس مش موضوع بسيط. انا مش عايزه اكتر، انا مش عايزه اكتر من كده. وحبي بقى نفسك، يعني انت حبي نفسك والبسي اكسسوار، والبسي اكسسوار وحطي روج. ولما جوزك يقول لك غيري ابقي زي فلانه ولا اعملي اللوك بتاع الممثله، قولي له اشفط اشفط كرشك، قولي له انا لا قولي له، قولي له انا انت اتجوزتني كده وانا مبسوطه بنفسي كده وانا هفضل كده. على فكره انا مش هقلد فلانه ومش هبقى زي علانه. حتى لو الزمن غير شويه من شكلها ده طبيعي يا شريف. اللي اتجوزها وهي عندها 20 سنه النهارده وهي عندها 50 اكيد هي مش نفس الشكل، ولا هو نفس الشكل. كنت لسه هقول لك، ولا هو نفس الشكل. في ايه بالظبط؟ فلو هو هيقول لها انت اتغيرتي، معلش حضرتك بص لنفسك انت كمان اتغيرت. هي عوامل الزمن والولاده والمسؤوليه والحياه عامه يا شريف. بالظبط، يعني انا نفسي بس الست النهارده عامله اكتر من راجل، يعني خلينا نتكلم بصراحه. الست العامله فاتحه بيت وعليها مسؤوليات كتير قوي، عشان كده بقول لك من حقك تدلعي نفسك، من حقك تشوفي نفسك كويسه، ما تخليش البريشر بتاع الاعلام، الضغط بتاع الاعلام والسوشيال ميديا الانستجرام والصور ياثر عليكي. كلهم صناعي بس انت حقيقي وانت اصلي، بس خلاص الموضوع بسيط جدا. هنحط كريمات وهنهتم بنفسنا وهنهتم ببشرتنا وهنحط شويه ميك اب وهنلبس الوان. ولو ما عندهمش الامكانيه ان هم يحطوا كريمات ولا يحقنوا ولا الكلام ده، معلش لا انا بتكلم على كريمات بسيطة. مرطبه بسيطه جدا جدا. يحبوا اهم حاجه يحبوا نفسهم طبعا، عشان عارف بص كده الصبح في المرايه تقول الله الحمد لله يا رب طبعا عجباني خلقتي طبعا بس كده. طبعا ده مهم جدا، ده مهم جدا. يلا بقى نحط اول صوره. يلا يلا اول صوره مع السؤال الاول، والنهارده الحلقه كلها اجوبه على اسئله المشاهدين. مدام هدى كانت بتسال، ممكن البس بنطلون ابيض
في الشتاء طبعا ممكن تلبسي بنطلون ابيض في الشتاء، واحنا شايفين دلوقتي كذا شكل لقطقم على بنطلونات بيضة شتوي. واقول لك نصيحه كده، ما تلبسيش ابيض واسود، ما تستسهليش، البسي مع ازرق، البسي حتى بيج، البسي كامل اللي هو اللون الجملي من الالوان الحلوه قوي على الابيض. وهقول لك حاجه، انا عارفه انه الابيض بيتوسخ بسرعه، معلش هي دي الحاجه الوحيده اللي مش ميزه قوي فيه، بس انا عايزاكي تتعاملي مع البنطلون الابيض انه زي البنطلون الاسود وزي البنطلون الجينز، اي حاجه هتحطيها عليه هتطلع حلو. بس عايز اقول لك ان الابيض في الشتاء مش بيتوسخ بسرعه، اقل طبعا، اقل من الصيف طبعا، بس هو برضو البنطلون الابيض اقل كرمشه بتبان فيه، اقل حاجه. صحيح. معلش هنغسله. صحيح. اوكي مدام لينا، ممكن البس فستان بترتر في فرح الصبح؟ طيب خليني اقول لك حاجه، في مدام حضرتك رايحه مناسبه فرح، يبقى ده فرح، يبقى احنا هنلبس وري وهنلبس ترتر. الترتر بنلبسه الصبح والظهر وبالليل وبعد الظهر وكل اللي انت عايزاه. النهارده بقينا نلبس تيشيرتات فيها ترتر، بنطلونات ترتر، جوبات، جاكيتات، فيست، كل اللي انت عايزاه. ده مين اللي انت لابساها حاطه بندانه فيها ترتر؟ لازم. انا ما امشيش من غير حاجه فيها ترتر ابدا، انت عارف انا لازم الحته البروبرو. مش كده ولا ايه؟ خليني اقول لك بس هتختاري الفستان ازاي. بلاش تروحي الفستان طويل زياده او واسع زياده او ان هو يكون فيه ديل. ليه؟ فرح بتاع الصبح هيكون غالبا في حاجه جنينه، فهيبقى حركتك وانت بتتحركي في الجنينه المكان واسع، مكان ما هواش قاعه وهتبقي اغلب الوقت قاعده، هيبقى احتمال كبير هيبقى عندك الكراسي او الترابيزات بتاعه المدعوين، غالبا ممكن تبقى هاي تيبل، هي الترابيزات العاليه شويه، فهتلبسي حاجه طول الشانيل اللي هو تحت الركبة، تحت الركبة شوية زيادة، فوق الركبة على طول لو عايز تلبسيه ميني، بس مش هنروح لفستان جران سواري اللي هو الطويل أو يبقى فيه ديل. أوكي مدام نيرة كانت بتسأل، أنا عايزة فكرة واحدة ألبسها علشان أنا جسمي جسم التفاحة. خليني أقول جسم التفاحة، أغلب الشعب المصري جسم كمثرى والنص التاني جسم تفاحة. حتى لو جسمك مش تفاحة، مع الوقت والقعدة والولادة بيبقى في منطقة البطن، هو ده اللي بيعاني منه دايما جسم التفاحة. أوكي؟ طيب كلمة السر هنا يا مدام نيرة هي التلات قطع. حضرتك ما تلبسيش أبدا أبدا قطعتين. ليه؟ لأنه لما حضرتك هتلبسي قطعتين انا هبقى شايفه كويس قوي النص الفوقاني خلص فين والنص التحتاني خلص فين، وهبقى شايفه الاطوال بتاعه حضرتك، فانا عيني هتبقى شايفه تفاصيل الجسم. فانا عايزه اعمل ايه؟ عايزه البس حاجات تتوه العين عن منطقه البطن، فهلبس التوب بتاعي. من فضلك ابعدي عن الليكرا، اي حاجه فيها ستريتش، وانا هقول كده ان جنرال انه اي حته انا عندي فيها شويه ديفو ابعد من فضلك عن الستريتش. فهنا مدام نيره البسي الشميز يكون واسع شويه عند منطقه البطن، لازم يكون واخد دوران ما ينتهيش على خط مستقيم عشان ما يكبرليش منطقه البطن، والبس عليه اي قطعه ثالثه، ممكن يبقى فيست، ممكن يبقى جاكيت، ممكن يبقى كارديجان اللي هو حاجه خفيفه، يا سلام لو حطينا كمان السكارف، ممكن نحطه بالطريقه اللي زي اللي على الشمال او نحطه بالطريقه اللي زي على اليمين خالص، انه اسيبه ينزل ويغطي لي منطقه البطن. مدام منى، انا بلبس، وده ستات كتير قوي، انا بلبس ابيض واسود ورمادي وصعب عليا قوي ادخل الالوان في دولابي. ليه يا مدام؟ ليه هقول لك ليه يا شيخ؟ هقول لك ليه من غير ما اسال مدام منى. انا عارفه مدام منى كانت بتشتغل في شركه او في بنك. اوكي انا عارفه من غير ما اعرف مدام منى، انا بقول لك، فاتعودت ان هي بتلبس تيار او بدله الالوان الكلاسيك الفورمال الغامقه في الشركه او في البنك اللي هي فيه. وليه اصلا تلبس كده في البنك؟ علشان بيستصعبوا يا شريف يجيبوا بدل ملونه، بتجيب البدله سوداء وجراي وكحلي وبس. اوكي طيب
هقول لك نبتدي ازاي ندمج الالوان وانا معاكي حته حته، هنمشي حته حته. اوكي، اول حاجه حضرتك جيبي قطعه سهله قوي، باش في اسود او ابيض في اسود، بس تكون مشجره. بنطلون، اوكي، توب، جاكيت، المهم دخلي جوه دولابك اول قطعه مشجره وانا لسه ما دخلتش الالوان. ما تخشيش على نفسك بخضة اللون، يعني مش هتنزلي تقدري تجيبي مثلا شميس فوشيا، مش هتلبسيه، وانا عارفه ان انت مش هتلبسيه مهما ضغطت عليكي. فانا هقول لك على، هنبتدي واحده واحده. اول حاجه هندخل قطعه مشجره من الوان هاديه، من الالوان اللي حضرتك بتستريحي فيها في الدولاب، عشان نكسر فكره الساده. الصوره اللي بعدها هندخل شويه الالوان البسيطه، بمعنى تقدري تبتدي تلبسي توب او تي شيرت عليها اي رسمه، خلاص. وبعدين ندخل الجاكيت اللي فيها كارو، الكارو زي ما احنا شايفين في الصوره اللي على الشمال، كارو جراي في اسود في ابيض، وفي خط رفيع قوي لونه احمر ماشي مع التي شيرت اللي تحت. خلي بالك التي شيرت اللي تحت اسود والبنطلون اسود، حضرتك لسه سيف سايد، اوكي. بس انا ابتديت ادخل حته حته الالوان. الصوره اللي على اليمين نفس الفكره، انه التي شيرت ملونه شويه، البنطلون كارو صغير قوي بيدو بول، فحضرتك مش هتحسي ان هو نقشه قوي، وبعدين اضفنا عليه الجاكيت الروز. اوكي. الصوره اللي بعدها فكره، الصوره الناحيه اللي على اليمين بنطلون اورانج، انا عارفه انه خلاص بقى احنا عدينا اللي فات، هنخش بقى انه نشتري قطعه كامله بالالوان، بس لازم تعدي في المرحله اللي قبل كده. وكمان حلو قوي تبتدي تشتري قطعه من فضلك شنطه ملونه عشان هتنفع. اوكي كده احنا خلصنا، شيلوا بقى الصور. بس عايز اسالك حاجه. طبعا. لو واحده زي المدام منى اللي كانت بتسال، كل دولابها حاجات سودا وجري، هي فيها ايه ما تجيب شميز فوشيا وتلبسه تحت البدله الجراي؟ بتحس ان هو فاقع. صدقني يا شريف انا كان عندي ستات كتير كده. ممنوع في الشركات او كده؟ لا مش ممنوع، بس هي بتحس انه لما بتروح تشوف اللون بتشوفه حلو قوي، بس تقول لك لا يمكن البسه. ليه؟ لا يمكن يليق عليا، عمري ما لبسته. على فكره هي مش عمرها ما لبسته، هي بس لبسته زمان قبل ما تشتغل اخر 15 سنه في البنك، هي كانت بتلبسه. النهارده بقيت حاسه انه قطعه غريبه عليها اللون. ساعات بيقولوا لي لا اللون فريحي، او لا طب ما تفرحي. يعني انا بسمع الجمله دي كتير قوي، اللون فريحي قوي عليا. طب ما مش رايحين عزا، طب ما تفرحي. طب ولازم يروحوا الشغل فريش وشكلهم فريش. بس بيحسوا انه الفورم اللوك لازم نبقى في الوان كئيبة، ابيض واسود وقاتمه شويه كده. الرحمه يا رب. طب تعالي بقى، بس اهو رناو هيلونه. طبعا هيلونه. تعالي نسمع اغنيه وفاصل ونرجع لكم. يلا بينا. يلا يا استاذ مو. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. قد ايه وانا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك. من قد ايه انا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل،
يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا طل مكتوب عليا بص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق مكتوب عليا بص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق والحلو دايما حلو وذوق حلو وذوق يا حلو يا حلو انت يا حلو اربع شارع شريف اربع شارع شريف رجعنا لكم مره ثانيه مع ندى الزنانيري وبتجاوب على اسئله بعض الساده المشاهدات السيدات السيدات المشاهدات صحابي ده انا مذيع ضايع خالص في اللغه العربيه لا لا ما تقولش ما انت نجيب انت اي سي فما بتكلمش اه شفتي بقى ليلى صاحبتك فضحتني أيوة مع استاذه منى الشاذلي ايوه ايوه, أيوة يلا طب نحط بقى الصوره اللي عليها الضوء يلا بليز يلا يا ولاد كاروشه كبر خالص يلا اهو مدام نهال بتسال ازاي ابان طويله من غير ما البس كعب اوكي طيب في كذا طريقه مدام نهال تباني فيها طويلة طب أبان طويلة يعني معناها أن أنا أبان شوية أرفع هنا هنتجه للون الموحد من فوق ومن تحت لما نلبس ثلاث قطع وحوري حضرتك في صورة تانية كمان بس خلينا نتكلم على دي هنا التوب والبنطلون أسود وبعدين الجاكيت حمراء فأنا عيني فاكرين إحنا قلنا عيننا بتقف مع الخطوط أنا هنا عيني ما وقفتش من أول الرقبة لحد آخر البنطلون من تحت الأسود كمل من فوق لتحت الناحية التانية الجاكيت والبنطلون لونهم اسود وبعدين التوب الاحمر جه في النص فبرضو انا عيني ما قطعتش من عند الكتاف لحد الرجلين طيب لو حضرتك مش عايزة تلبسي مش عايزة تلبسي لون موحد او مش عايزة الجاكيت تبقى زي البنطلون نعمل ايه حضرتك تلبسي نفس اللون بس بدرجة مختلفة مثلا لو هتلبسي لون ازرق غامق من تحت حضرتك تلبسي من فوق الازرق اللي افتح شويه منه يبقى انا اخدت لون وحدت اللون برضو بس لبسته بدرجاته ابعدي تماما عن الابيض واسود انه حضرتك تلبسي مثلا شميز ابيض وبنطلون اسود لانه هنا قطعت الجسم هتبقى صريحه جدا فهنشوف النص الفوقاني من جسمنا خلص لحد فين وهنشوف الرجل وصلت لحد فين فهنشوف منطقه الرجل قصيره شويه فعشان كده بلاش حضرتك الالوان تقطعيها بقطع صريحه ما يبقاش اللونين في بينهم كونتراست عالي قوي اوكي هوري حضرتك الصوره اللي بعدها كمان اوكي الصوره اللي بعدها هي لابسه اسود في اسود الصوره اللي على الشمال وباينه مليانه اكتر من الصوره اللي على اليمين واول ما بنبان مليانين شويه بنبان اقصر في الحقيقه اوكي عملت ايه غلطه عملت غلطة ان هي لبست قماشة شوية ليكرا فاخدت شكل الجسم كله وبعدين بقى عندي الرجلين وتحسوا انه الرجلين اتركبت على الفستان القصير اللي هي لابساه او لو كان توب طويل اوكي ومع البوت فبقى في شكل ما فيش انسيابية لانه بان رجليها قصيرة التوب لما قطع في نص منطقة الفخذ بان انه الرجل من تحت قصيرة بعكس الصورة التانية لما لبست بنطلون ستريت مش سكيني ومش ليكرا ومش لاجينج بنطلون قماش بس ستريت ولبست الجاكيت عليها من فوق ووحدت اللون من تحت ولبست الجاكيت لون تاني فبقى عندي لون موحد برغم انه في نقشة من هنا عمر ما النقشة هتضايقك هو المهم انه اللون ما يقطعش مع التوب والبنطلون فلما وحدت اللون ولما لبست البنطلون المظبوط وبان انه رجليها طويله هنا بانت ان هي طويله مش قصيره وهقول لحضرتك حاجه انه انا ببان
عشان أبان طويلة لازم أبقى عندي تلتين جسمي باين في رجلي. كل ما الرجلين تطول كل ما حضرتك هتباني أطول. مدام سميرة، أنا عايز أتخانق معاكي. مدام سميرة، بلبس الأوفر سايز وبحبه بس ببان مبهدلة، بس هو موضة. هتخانق. أرجوكي ما تقوليش هو موضة. الموضة دي مش عايزة أقول لها بدعة، بس هي الموضة دي خلاص أتفرج عليها بس مش لازم أروح وراها. هو ممكن تقولي كل واحد ليه الموضة بتاعته الخاصة. طبعا، لأنه على فكرة جسمي بيحدد لي موضة. ده موضوع مهم جدا أخلي بالي منه، إنه أنا مثلا عارفة إيه اللي بيليق عليا من هو على الشماعة. هو موضة هو مش موضة، هو ده بيخلي شكلي أحلى. في حاجات بتنزل موضة وكل الناس لابسينها وترند وكل الناس مبسوطة بيها جدا، وأنا الوحيدة اللي ما بجيبهاش. اللي هو ليه ما جبتيش البنطلون الواسع من هنا؟ لا لا لا، عشان هيبقى شكله وحش عليا. ففكرة إن أنا أقول أنا لابسة موضة، بلاش الكلمة دي، أوكي؟ طب هل الأوفر سايز بيدي شوية شكل المبهدل؟ طبعا. طيب حضرتك بتحبي الاوفر سايز، ممكن من فضلك يبقى عندك قطعه واحده بس في الدولاب اوفر سايز، بس بليز ما تنسيش تجيبي كتير. هتلاقي انه حضرتك اتعودتي على اللبس ده، وخلي بالك انه في ستات كتير بيحصل لها ان هي بتتخن وهي مش واخده بالها، لان بتلبس اوفر سايز فهي مش واخده بالها ان هي تخنت من تحت. لما تيجي تلبس حاجه ضيقه او رايحه فرح تلبس فستان بتتخض. الاوفر سايز خلاكي ما تاخديش بالك. طيب هنا هي لابسه توب طويل اوفر سايز، رجليها باينه ان هي قصيره جدا، ولما لبست مقاسها مظبوط رغم انها لبست بنطلون مشجر. فاكرين كنت بقول لكم المشجر ما بيتخنش لو انا لابساه مظبوط، ولابسه الخامه مظبوطه والكات بتاعه القطعه بتاعتي مظبوطه. هنا لبست بنطلون مشجر ولبست ساده من فوق وبينت انه رجليها طويله ولبست مقاسها. أوكي. فبقى شكلها باين ارفع. مدام سوها، لازم البس كولون او شراب على الجزمه كلاسيك وانا لابسه بدله او لابسه تيار؟ طبعا طبعا، منلبس ابدا تيار او بدله ولابسه جزمه كلاسيك من غير ما تلبسي كولون. ما ينفعش، ما ينفعش تبقى رجلي هي اللي في الجزمه على طول ما دام هي جزمه كلاسيك، اوكي؟ ممكن في الصندال في الصيف، بس صيف شتاء ما دام انا لابسه جزمه كلاسيك ايا كان شكلها، بس هي كلاسيك لازم البس كولون. لو حضرتك بيضايقك الكولون الاسود، وانا دايما بفضل بس مش كل الناس بتحبه قوي او بتشوف ان هو بيبين شويه زياده، بس هو من احسن الكولونات، هو لون بشرتي اغمق درجه. يعني اشوف لون وانا بنقي الكولون ادخله في ايدي تماما الاسود. انا بلبس اسود ابدا 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 ابدا. انا بشوف ان في حاجه غلط ابدا. حتى لو لابسه فستان سواري اسود لا ما ينفعش، بشع. لا 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 لا، في سواري لا نقاش، ما فيش كولون اسود في سواري. انا هنا بتغاضى عنه يا شريف، بس عشان هي لو بتقول بلبس بدله معناها ان هي بتروح شغل، اوكي؟ بس فستان لازم البس الكولون سوري لون بشرتي انقي الكولون اغمق من بشرتي درجه او درجتين. بلاش بليز يا جماعه، زي موضوع نفتح بشرتنا، ما تفتحيش بشرتك بالكولون. بلاش تروحي تجيبي الكولون اللي هو الباج الفاتح قوي، خلي بالكم بيعمل منظر تجييره للرجل، شكلها مش حلو. والاسود في نفس القصه. والاسود انا ما عنديش اسود. لا انا بقى ساعات اي حاجه ببقى نفسي اقول لها انت اللي عامله كده، تلاقيها في فرح لابسه فستان ابيض قصير مشغول بالاسود ولابسه كولون اسود. اقول لك حاجه، هو عيب كمان. ماشي، عيب. مش عارف ليه عيب، بس المنظر ده يعني لا يليق. لا يليق، خليني اقولها باللغه العربيه، هو يعني منظر لا يليق. يعني منظر بجد وحش بيبقى. خدوا بالكم اللي مش عارف. وصدقوني يعني، لما تجيبي الباج الاغمق درجتين هيخلي شكل الرجل احلى، لمعه الرجل هتبقى شكلها احلى، واحلى بكتير قوي 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 من الاسود. واكيد مش هتنزلي بتيار او بدله من غير كولون صيف وشتاء،
ميرسي ندى زنانيري، ميرسي ليكي يا شيف، اشكرك شكر خاص جدا. ميرسي ليكي، يا رب تكون البساطه عندنا النهارده في 14 شريف. نكون معاكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم، باي باي. We'll be right back.